صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 33 لسنة 2019 بتعيين الجهة الحكومية التي تتولى تسجيل أسماء النطاق وتحصيل الرسوم المستحقة. جاء فيه المادة الأولى: تتولى هيئة تنظيم الاتصالات تحت إشراف ورقابة الوزير المعني بالاتصالات كافة المهام المتعلقة بتسجيل أسماء النطاق وتحصيل الرسوم المستحقة. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تتولى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية المهام المتعلقة بتسجيل أسماء النطاق .gov.ph و .mail.ph أو ما يقابل ذلك باللغة العربية.